بقول لك ايه، حاولي ما تعترضيش على اي حاجه من اللي هتحصل جوه. حاضر. هو ايه اللي هيحصل جوه؟ هاي مداد. حاولي كمان ما تستغربيش مهما كان اللي بيحصل. ما استغربش ازاي في بلدكم العجيبه دي؟ لا بقول لك ايه، ابو سنه لو حس ان انت مستغربه هيشك فينا، وساعتها يا عالم هيعملوا في اخوكي ايه؟ مين ابو سنه ده؟ ابو سنه التاجر اللي احنا رايحين له. بص، احنا هنخش عليه كاننا اتنين جايين يشتروا طفل عادي. جايين يشتروا ايه؟ طفل. طفل؟ انتوا هنا بتبيعوا الاطفال عادي؟ اه عادي، وتخش تنقي وتفصلي. ما الاطفال انواع. اه طبعا انواع، لان في طفل سمارت وفي طفل بشريحتين. ايه الشرح؟ مين الكبير هنا اكلمه؟ ايه ده يا سليم؟ يا متوحشين. اقعدي اقعدي براقي كده وصوتي عشان يتقبض علينا، وساعتها مش هتشوف اخوكي ابدا. لا لا لا، خلاص خلاص. ايه دي؟ انا هعمل نفسي واحده منكم عادي، وما فيش ديناصور. ديناصور في ايه؟ ايه ده؟ حمار. حمار عادي. انا مش شايفه من غير النضاره، مش شايفه. بقولك ايه، تعالي نمشي ونجيله تاني لما تكوني هديتي. لا 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 لا، خلاص انا هادي انا هادي. هنخش هنشتري الطفل عادي، ما فيش مشكله خالص، كاني داخله اشتري فستان او قميص. اه بس مش هينفع تقيسي الطفل. ايوه ايوه طبعا انا عارفه. ويا ترى الطفل سعره كام النهارده؟ يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي. ايه ده؟ هو فخور يعني؟ دي صور. اما لما تشوف الاطفال بجد. معلم ابو سنه اهو. معلم ابو سنه. اهلا وسهلا. مساء الخير، عندك اطفال؟ هو حضرتك اول مره تشتري اطفال؟ لا اول مره. ايه، انا مضيعه فلوسي كلها على اللبس والميك اب وشراء الاطفال.